السلطان القاسمي بحضور ولي عهد الشارقة يكشف الستار عن النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014. حاكم الشارقة يؤكد أن الحوار هو منهج الخطاب في القرآن للمسلمين وغيرهم ويمثل حجر الزاوية في بناء الحضارة الإسلامية. ولي عهد الشارقة يدعو أبناء الإمارة إلى مواصلة تعاونهم مع برنامج الشارقة مدينة صحية وتلبية متطلبات الانضمام إلى برنامج المدن الصحية العالمية. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الدار. بسم الله نستهل. الشارقة بدأت من اليوم رسميا احتفالاتها الضخمة بتربعها على عرش الثقافة الإسلامية، فأصبحت بجدارة واستحقاق عاصمة لها. في مهرجان وطني ووسط مراسم احتفال بهيجة، كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الستارة عن النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية للمنطقة العربية لعام 2014 عصر اليوم الأحد، إذانا من سموه بانطلاق احتفالات الإمارة بهذا الاستحقاق الكبير، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وعدد من الشيوخ والمسؤولين. بعد مرور ما يقارب 16 عاما على تنصيبها كعاصمة للثقافة العربية، ها هي إمارة الشارقة تشهد للمرة الثانية يوما مشرفا في تاريخها بعد اختيارها بجدارة كعاصمة ثقافية للعالم الإسلامي للعام 2014. وسعي حكومة الشارقة ممثلة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تخليد ذكرى هذا التتويج في نصب تذكاري ينتصب شامخا في قلب الشارقة المدينة الزاخرة بالثقافة والتراث والفنون والعامرة بأصوات المآذن الألف التي تصدح بآيات الذكر الحكيم، حيث تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للنصب التذكاري الذي تم تشييده بتوجيهات من سموه ليكون رمزا يعبر عن هذه المناسبة. وفي كلمة لسموه خلال حفل كشف الستار عن النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية المنطقة العربية 2014، بعث صاحب السمو حاكم الشارقة جملة من الرسائل التوجيهية التي ترسخ لمنهج إسلامي وسطي، قال فيها سموه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بالشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية، وبهذه المناسبة أود أن أبعث برسالة إلى كل مسلم، فلتعلم أيها المسلم أن الاختلاف في العقائد والأديان والألوان والثقافات بين الشعوب لا يعني أبداً صدام الحضارات ولا صراعها ولا إفناء إحداها للأخرى، بل يعني التعارف الذي نص عليه القرآن الكريم قبل 14 قرناً من الزمان: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. ولتعلم أيها المسلم أن الحوار هو منهج الخطاب في القرآن الكريم للمسلمين وغير المسلمين، ولم يكن ذلك مجرد نظرية، بل طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الواقع ومثل حجر الزاوية
في بناء الحضارة الإسلامية. ولتعلم أيها المسلم أن حضارة الإسلام بوجه خاص هي حضارة تعارف وليست حضارة نفي أو استبعاد، وأن نصوص الوحي المقدس الذي صاغ هذه الحضارة وشكل منطلقاتها وحكم تصرفاتها نصوص تكرس وحدة الأصل بين الإنسانية جمعا. فالناس جميعا في فلسفة هذه الحضارة أبناء أب واحد وأم واحدة، والناس جميعا أخوة متساوون، ومعيار التفاضل بينهم معيار واحد هو العمل الصالح المنضبط بثوابت التقوى ومراقبة الله تعالى في كل التصرفات. ولتعلم أيها المسلم أن الإسلام دين الصفح والتسامح، دين العفو والمرحمة، وقد خاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة والتشدد كل ذلك ليس من الإسلام في شيء. ولتعلم أيها المسلم أن الإسلام دين عالمي يفتح أبوابه على مصاريعها لكل عناصر الحق والخير والجمال مهما اختلفت مواطنها وتعددت مصادرها. وحضارة الإسلام مفتوحة على العالم، تعاملت مع الديانات والثقافات الأخرى بقدر كبير من الاحترام والتفاعل والتواصل. فلتبدأ أيها المسلم بذاتك فتتفاهم مع إسلامك، ثم تنتقل بعد هذا إلى التفاهم مع المسلم الآخر، وحينئذ يسهل عليك أن تتفاهم مع الآخرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم. الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم في كلمة له في هذه المناسبة قال: إن الاحتفاء بالشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014 يدخل في إطار برنامج الإسسكو العشري لعواصم الثقافة الإسلامية الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة المنعقد في الجزائر العاصمة سنة 2004، وجدد في المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الثقافة المنعقد في باكو بجمهورية أذربيجان في سنة 2009. ويتم اختيار عواصم الثقافة الإسلامية طبقاً لمعايير دقيقة، وهذه المعايير يا صاحب السمو جميعها تتوفر في الشارقة التي ازدهرت وتطورت وزاد تأثيرها وتنامى عطاؤها في مجالات العلم والثقافة والآداب والفنون والارتقاء بالحياة الإنسانية، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بالسياسة الحكيمة والجهود المتواصلة التي تبذلونها حفظكم الله للارتقاء بهذه الإمارة الجميلة في ظل هذه الدولة المزدهرة. ثم تفقد سموه ومرافقوه من الشيوخ وضيوف الإمارة من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء المراكز البحثية والعلمية وكبار الشخصيات من حضور الحفل النصب الذي يبلغ ارتفاعه 42 مترا على مستوى سطح الأرض والمقام على مساحة تبلغ 650 مترا مربعا. أما القاعدة التي يرتفع أعلاها عمود النصب فتبلغ مساحتها 50 مترا مربعا، فيما يبلغ القطر السفلي للعمود 3.35 متر، ويبلغ قطره العلوي 2.6 متر. كما تغطي منصته 3 أنواع مختلفة من الجرانيت، بينما تتغطى قاعدة العمود الخرسانية بالألياف الزجاجية والجرانيت. والعمود الرئيس للنصب التذكاري مغطى بالجرانيت الأخضر، أما الشريط الحلزوني الذي يحيط بالعمود فهو مصنوع من الألمنيوم بتشطيبات مختلفة.
الهدف منه خلق نوع من التباين وتسهيل قراءة ما كتب عليه من آيات كريمة يصل عددها إلى 28 آية من آيات القرآن الكريم التي تحمل في معانيها إجلال العلم والدعوة إلى التعلم وفضل العلماء. وإذا ارتفعنا بأنظارنا للأعلى نجد أن الجزء العلوي للنصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية يتكون من 12 عمودا يربط بينها 12 قوسا تعلوها قبة ذهبية. لقد وقع اختيار منظمة اليونسكو هذا العام على الشارقة لتتوج عاصمة للثقافة الإسلامية لإنجازاتها العظيمة التي حققتها على مدى أكثر من 30 عاما. خطت فيها الشارقة بخطى متأنية واثقة على نهج قويم خطه لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحكمة من أجل تأصيل الهوية الثقافية العربية الإسلامية. فكان التتويج على قدر الإنجازات، وما يشع من نور ثقافي ومعرفي وعلمي سيظل فخرا لأبناء الإمارات العربية المتحدة والأمة العربية والإسلامية جيلا بعد جيل. هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بفوز الحصان أفريكان ستوري لجولدلفين الإمارات ببطولة كأس دبي العالمي للخيل في دورتها 19 التي جرت مساء أمس السبت على مضمار ميدان ند الشبا في دبي. كما هنأ سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة هنأوا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بهذا الفوز الكبير. من جانب آخر بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا لولي العهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز. دعا سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أبناء الإمارة كافة إلى مواصلة تعاونهم مع برنامج الشارقة مدينة صحية وتلبية متطلبات الانضمام لبرنامج المدن الصحية العالمية. إمارة الشارقة تولي الشأن الصحي والبيئي الأهمية القصوى انطلاقا من حرصها على الإنسان وتوفير كل الظروف المحيطة به لتكون صحية سليمة وفق منظومة متكاملة من البرامج الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات التي تترجم رؤية الإمارة الصحية المنبثقة من توجيهات ومرئيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. هذا ما أكد عليه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة الذي أعرب عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة الرئيسة لانضمام إمارة الشارقة لبرنامج المدن الصحية العالمي مشيدا بتكاتف جهود أبناء الإمارة وقطاعاتها في الإيفاء بمعايير الانضمام. ودعا سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة أبناء الإمارة كافة إلى مواصلة تعاونهم مع برنامج الشارقة مدينة صحية وتلبية متطلبات الانضمام. وأكد تقرير أصدره مركز الشارقة الإعلامي اليوم أهمية إجراءات ومبادرات ومشاريع إمارة الشارقة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة الصحية السليمة لأبنائها حاضرا ومستقبلا، وعلى سلامة الأجواء المحيطة بالأفراد التي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة عالميا ليجري الاعتراف بها لتكون المدينة الصحية الأولى على مستوى المنطقة ضمن الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن لدى الشارقة الكثير من المقومات البيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما يتوافق مع المعطيات الصحية السليمة التي حددتها شروط الانضمام لبرنامج المدن الصحية العالمي، فقد تحققت فيها من 30 إلى 40 معياراً قبيل دخولها البرنامج وفقاً لاعتراف منظمة الصحة العالمية. وعليه أكد الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس اللجنة العليا لانضمام الشارقة لبرنامج المدن الصحية العالمي أن إمارة الشارقة استطاعت تحقيق معظم المعايير ليتم وفقا لأجندة العمل مع نهاية العام الجاري استيفاء ما لا يقل عن 80% من المعايير والإعلان عن اعتماد أول مدينة صحية في المنطقة ضمن الشبكة الإقليمية للمنظمة. أخبار الدار ما زالت متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. ثقافية الشارقة تعلن انطلاق فعاليات ملتقى الشارقة للخط العربي في 2 أبريل القادم تحت شعار تعارف. عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبار محلية، فأهلا بكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أعلن سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام عن تنظيم فعاليات الدورة 6 من ملتقى الشارقة لفن الخط العربي خلال الفترة من 2 شهر أبريل وحتى 2 يونيو القادمين تحت شعار تعارف بساحة الخط في قلب الشارقة، فيما يقام هذا الحدث مرة كل عامين، بينما تشهد هذه الدورة حضورا لافتا ل 174 فنانا من مختلف أرجاء العالم. ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي مع الزميلة هاجر الحراج. إليك هاجر. شكرا لك يا عايدة. متابعينا الكرام، نبدأ فقرة التواصل الاجتماعي بتغريدة من المجلس الوطني للأعلام، وفيها وكالة أنباء الإمارات وان تعقد اللقاء الدوري الأول مع مديري إدارات الاتصال الحكومي بالجهات الحكومية. وفي التغريدة التالية من إدارة التراث بالشارقة نقرأ لكم: ننتظركم في أيام الشارقة التراثية في دورتها 12 من 6 وحتى 25 من إبريل. ننتقل إلى الإنستغرام، وفيه اخترنا لكم صورة من حساب هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وفيها انطلاق فعاليات برنامج ربيع منتزه الصحراء من اليوم وحتى الأربعاء القادم. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة التي جاء فيها: طرق الشارقة تخصص 16 حافلة لنقل جمهور عناقيد الضياء من وإلى مسرح جزيرة المجاز مجاناً عبر 4 مواقف، وهي المباني الحكومية في اللية وكورنيش بحيرة خالد وخلف السوق الإسلامي ومن أمام حديقة المنتزه الوطني. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. شكرا للمتابعة وعودة إلى الزميلة عايدة. شكرا هاجر. وبفقرة التواصل الاجتماعي نختتم أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين. سلطان القاسمي بحضور ولي عهد الشارقة يكشف الستارة عن النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014. حاكم الشارقة يؤكد أن الحوار هو منهج الخطاب في القرآن للمسلمين وغيرهم ويمثل حجر الزاوية في بناء الحضارة الإسلامية.
ولوعد الشارقة يدعو أبناء الإمارة إلى مواصلة تعاونهم مع برنامج الشارقة مدينة صحية وتلبية متطلبات الانضمام إلى برنامج المدن الصحية العالمية.